السلام عليكم وصباح الخير عليكم. ازيكم باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة ورضا. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض الشيت 2. في الغالب يعني هحط هنا ارقام المسائل اللي انا بحلها، يعني هتلاقي على الجنب كده ارقام المسائل، هتلاقي مثلا هنا رقم 1 رقم 2، لان في ناس مثلا مذاكرة اول 10 مسائل فمش عايزين اول 10 مسائل، فممكن يقدموا الفيديو لحد ما يلاقوا ايه مثلا رقم 11 هنا على الشمال. تمام. طيب نبدا بقى باول سؤال خالص، بيقول نستخدم السيبريشن اوف فاريبل. طيب السيبريشن اوف فاريبل التكنيكس ده فيه خطوات بسيطه جدا، ان انت بتفترض ان السوليوشن بتاعك اللي هي الفانكشن اللي هي فانكشن يو اكس واي مثلا، او يو اكس وتي او واي وتي اي مكان، يعني بتفترض ان هي برودكت اوف تو فانكشن، فانكشن في الاكس بس وفانكشن في الواي بس. تمام. طيب يبقى اول حاجه لما اقول لك اكس بس او واي بس، يبقى اكس وواي دولت ايه؟ فانكشن، يبقى ما تعاملهمش معامله ان هم فاريبلز، لا دي كانها اف في الاكس ودي كانها اف في الواي. تمام. طيب يبقى اكس كابيتال وواي كابيتال، دي فانكشن في الاكس فانكشن الواي، دي اول ستيب. تاني ستيب بكتب ايه؟ بكتب الديفرنشال ايكويشن، يعني مديني ديفرنشال ايكويشن يو اكس هنا يا شباب هتساوي كام؟ يو اكس بقى تروح تفاضل الفانكشن يو بالنسبه للاكس، يعني هتديك اكس داش واي، طب يو واي هتديك واي داش اكس وهكذا. تمام. طيب تالت حاجه بتحاول تكون فانكشن من الفاريبل اكس والفانكشن اكس والديريفاتيف بتاعتها في طرف، والطرف الثاني يبقى فيه فانكشن في الفاريبل واي والفانكشن واي والديريفاتيف بتاعتها. تالت حاجه او رابع حاجه هيبقى عندك بقى اوردينري ديفرنشال ايكويشن، هتحل دي لوحدها وهتحل دي لوحدها، لان ده بيساوي ده بيساوي لامدا، وان الحل معاك هيطلع مظبوط. تمام. يبقى في اول كل سؤال كده هتقول ليت ان اليو بتساوي الكلام ده، بس انا بقى مش هعمل ده في كل سؤال خلاص احنا عارفين. هتقول ليت ان اليو بتساوي الكلام ده وهتبدا تحل المساله بتاعتك. طيب دلوقتي انا بحل سؤال رقم 1. طيب سؤال رقم 1 بيقول لك if possible بقى find if possible product solution بتاع الـ given partial differential equation. يبقى انا برضه هقول هنخلي let ان الـ u بتاعتي بتساوي الكلام ده، واحقق الـ differential equation u x equal u y. معناها ايه؟ u x معناها x dash y بتساوي u y اللي هي معناها ايه؟ معناها x y dash. يبقى دي اول step. طيب تاني step يا شباب هعمل فيها ايه؟ يبقى دي اول نقطة كده. تاني نقطة هحاول اجمعهم الاكسات في طرف والوايز في طرف لوحده، يبقى كده الاكس ادي اكس داش اوفر اكس بتساوي الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي واي داش اوفر واي. طب والاثنين بيساوي ايه؟ بيساوي سام كونستانت ايه؟ لامدا. حلو جدا. دي كده الستيب الثانيه. الستيب الثالثه هيبقى عندي تو ديفرنشال ايكويشن، خلي بالك ممكن نحلها هنا في صفحه جديده، تو ديفرنشال ايكويشن اللي هي اكس داش اوفر اكس ايكوال لامدا، دي اول واحده، والثانيه y داش اوفر y ايكوال لامدا. طيب تعالى بقى نحل هنا x داش، يبقى دي كده دي الفانكشن اللي هي فانكشن x وده الديريفاتيف بتاعها. يبقى لو حضرتك هتيجي تعمل انتجريشن للبوث سايد كده بالنسبه طبعا للدي اكس، ايه اللي هيظهر عندك؟ اللي هيظهر عندك هنا لين x وهنا لامدا x. طبعا لامدا اكس هنا لين اكس دي الفانكشن ودي لامدا اكس دي الفاريبل، تمام، زائد الكونستانت بتاعك. طيب انت عايز تجيب الفانكشن اكس دلوقتي، انت اصلا بتحل عشان تجيب الفانكشن اكس، يبقى الاكس بتاعتك هتساوي ايه؟ خد الاكسبوننشال للطرفين بقى اي لامدا اكس بلس سي. طبعا اي لامدا اكس بلس سي دي اللي هي اي لامدا اكس دوت اي سي. طب اي سي ده احنا مش ممكن نسميه سام كونستانت سي مثلا 2 او حاجه، او يبقى سي 2، يبقى اي لامدا اكس، يبقى دي الفانكشن اكس بتساوي سي 2 في اي بار لامدا اكس. طب بنفس البروسيدر دي كده هنوصل ان الواي بار بتساوي ايه؟ سام كونستانت سي 3 في اي لامدا ايه؟ اي لامدا واي. تمام. طيب هل كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، لان الحل بتاعنا او السوليوشن بتاعنا كان يو اكس وواي، ده كنا مفترضين ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي الفانكشن اكس اللي هي اكس كابيتال في الفانكشن واي اللي هي واي كابيتال، يعني هنضرب الاثنين في بعض، سي 2 في سي 3 بقت سي 2 وسي 3 اي باور لامدا اكس في اي باور لامدا واي. يبقى احنا برضو ممكن نظبط الحل ده بصوره ابسط شويه، سي 2 في سي 3 ممكن يكون سام كونستانت مثلا سي 4، واي لامدا اكس في اي لامدا واي هيبقى اي باور لامدا، وفي الاخر خالص هيبقى اكس بلس واي
ويبقى هو ده السوليوشن بتاعك، يبقى انت كده خلصت السؤال. تمام، يبقى في الاخر خالص بدأنا من هنا ووصلنا ان الحل بتاعنا ايه، الحل بتاعنا هو ده. طيب يبقى ده كده كان سؤال رقم واحد. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ خش على سؤال رقم اتنين. مدينا يو اكس بلس يو واي ايكوال يو، يو اكس بلس يو واي ايكوال يو. تعالى كده ادي سؤال رقم اتنين، يو اكس بلس يو واي ايكوال يو. هتعمل ايه؟ هتقول لت ان اليو دي ايه؟ بتساوي فانكشن اكس في فانكشن واي، وتجيب الكلام ده كله في طرف لوحده وتحل الاوردينري ديفرنشال ايكويشن بتاعتك. يبقى اول حاجه هتقول يو اكس دي اللي هي ايه؟ اللي هي اكس داش، اكس داش في واي. جميل. واليو واي دي اللي هي ايه يا شباب؟ اللي هي اكس واي داش. طب الفانكشن يو دي اللي هي ايه؟ اللي هي اكس ايه؟ اكس يو. تمام؟ او اكس واي. طيب هنعمل ايه عشان نقسم بقى يا شباب؟ هنعمل ايه؟ هنقسم الطرفين كلهم على اكس واي. لو قسمت الطرفين كلهم على اكس واي ده هيديك اكس داش اوفر اكس، مظبوط؟ وده هيديك ايه؟ بلس واي داش اوفر واي، وده هيديك ايه؟ 1. طيب هل احنا كده خلينا الاكس داش في طرف والواي داش في طرف؟ لا، يعني انت ناقص بس تودي اي حاجه الناحيه الثانيه. يبقى هنا مثلا اكس داش اوفر اكس بتساوي 1 ماينس واي داش اوفر واي، اللي هي بتساوي سم كونستانت اي لامدا. تمام. طيب يبقى كده وصلنا للكلام ده للاوردينري ديفرنشال ايكويشن بتاعتنا. هنقول والله يبقى اكس داش اوفر اكس ايكوال لامدا. وفاكرين ده، فاكرين ده طلع وصل معانا لايه؟ وصل معانا ان الاكس بتاعتنا تطلع ايه؟ سم كونستانت اسميه سي 1 في اي باور لامدا اكس. يبقى احنا كده قدرنا نجيب فانكشن اكس. طيب هنا يا شباب الواي داش اوفر واي هتوديها الناحيه الثانيه بتساوي ايه؟ 1 ماينس لامدا. يبقى ده برضه هيروح لفين؟ يعني كان اللامدا بقت 1 ماينس لامدا. يبقى في الاخر خالص الواي هتساوي ايه؟ برضه سام كونستانت سي في اي باور لامدا واي، بس بدل اللامدا هتبقى 1 ماينس لامدا، يعني مثلا سي 2 في اي باور ايه؟ 1 ماينس لامدا. كل ده معمول له مالتبليكيشن باي ايه؟ باي فاريبل واي. طيب حلو جدا. يبقى الفانكشن بتاعتنا يو دلوقتي هتبقى بتساوي كام يا شباب؟ يبقى الفانكشن يو اللي هي فانكشن في الاكس والواي هتبقى سي 1 سي 2، يعني ممكن تسميها سي 3، واي لامدا اكس في اي باور 1 ماينس لامدا، يعني ممكن تجمع تحط الاكسبوننشال وتجمع هتاخد اللامدا كومن فاكتور، يتبقى لك اكس نيجاتيف واي، وهنا يتبقى لك ماينس، وهنا يتبقى لك بلس واي، هنا يتبقى لك بلس واي. يبقى هو لامدا اكس خدتها مع ماينس لامدا واي، خدت اللامدا كومن فاكتور فتبقى لك اكس ماينس واي، ناقص ايه؟ ناقص الواي تتضرب في الوان اللي هي بلس واي. يبقى هنا دي يا شباب حل السوليوشن الثاني بتاعنا. يبقى ده كده سؤال رقم 2 نمبر 2. تمام. طيب نروح لسؤال رقم 3. سؤال رقم 3 بيقول ايه؟ اكس يو اكس بتساوي واي يو واي، اكس يو اكس بتساوي واي يو واي. وهنا في ناس ممكن تكون ايه اتلخبطت شويه. لو انا حليته مثلا في السكشن ادي اكس يو اكس بتساوي واي يو واي. خلي بالك احنا لما افترضنا اكس دلوقتي يا شباب وقلنا ان اكس دي كابيتال، مش كابيتال الاكس، كابيتال دي فانكشن اوف اكس. يعني ايه؟ يعني كنا ممكن نفترضها اف اوف الاكس اهو، اف اوف الاكس. تمام. ففي ناس بقى اتلخبطت، يعني لما اجي احط اليو اكس دلوقتي اللي هي هتبقى اكس، ادي الفاريبل اكس، يو اكس دي هتبقى ايه دلوقتي؟ هتبقى اكس داش، اكس كابيتال داش اهو في الواي ايه؟ في الواي كابيتال. الاكس كابيتال والواي كابيتال دول اللي هم ايه؟ فانكشن. يعني اكس داش دي انت ممكن تعتبرها ايه؟ يعني اكس داش دي انت ممكن تعتبرها اف داش اوف الاكس. تمام. طيب بتساوي ادي الواي بتاعتك اللي هي الفاريبل واي في اليو ايه؟ في اليو واي اللي هو اكس واي كابيتال ايه؟ واي كابيتال داش. طيب خلي كل الاكس في طرف، كل واي في طرف، يعني هنقسم على واي كابيتال ونقسم على اكس كابيتال، فيديك هنا اكس في اكس داش اوفر اكس. جميل. وبتساوي واي في واي داش، واي واي داش اوفر ايه؟ اوفر واي. وكل ده بيساوي سام كونستانت ايه؟ لامدا. يبقى احنا كده حولناها لل اوردينري ديفرنشال ايكويشن عندنا، ودي بقت اكس ودي اكس داش على اكس ايكوال لامدا. طيب خلي بالك بقى لو انت مش قادر تحلها بالصوره دي او مش متخيلها ممكن تعمل ايه؟ مش ممكن تعملها اف داش اوف الاكس، وهنا اف اوف الاكس، وهنا في فاريبل اكس ايكوال لامدا. تقدر دلوقتي تعمل انتجريشن. لو انا وديت الاكس دي هناك
فممكن اعمل انتجريشن للطرفين بالنسبه للايه للدي اكس، وده يبقى سهل ليه؟ لان دي فانكشن وفيها فوقيها الديريفاتيف، يبقى اللين هو الايه الريزلت بتاعتي. ونفس الكلام ادي اكس وفيها الديريفاتيف، يبقى الايه لامدا لين اكس بلس كونستانت هو الفاريبل عندي. طيب خد بقى اكسبوننشال للطرفين، فهتبقى اف اوف الاكس، اف اوف الاكس دي اللي هي اكس كابيتال بقى، فممكن ترجع الاكس كابيتال عادي خالص لو انت عرفت الليله. يبقى اكس كابيتال بتساوي ايه؟ بتساوي اي باور لامدا لين اكس زائد سي، زائد سي دي اللي هي تبقى اي باور سي، يعني احنا ممكن نشيلها ونحط مكانها ايه؟ ممكن نشيلها ونحط مكانها سام كونستانت مثلا سي 1. طيب اي باور لامدا لين اكس، مش ممكن اللامدا دي تخش جوه كده تبقى اكس باور لامدا والاي تروح مع اللين؟ طيب يبقى هنا كده الفانكشن اكس بتساوي سي 1، ده السؤال رقم 3، فانكشن اكس بتساوي سي 1 في اكس باور لامدا. حلو جدا، وبنفس الكيفيه بنفس الطريقه، لان هي دي هي دي بالظبط، يعني هي دي هي دي بالظبط، يبقى في الاخر خالص ممكن نقول ان واي ايه؟ واي كابيتال بتساوي ايه؟ سي 2 في اكس باور ايه؟ او في واي، في واي باور لامدا، في واي باور لامدا. يبقى في الاخر خالص اليو يا شباب بتاعتي، اليو هي الفانكشن اكس في الفانكشن واي، يبقى سي 1 سي 2 اللي هو مثلا هتسميه سام كونستانت سي 3، وهنا اكس اكس باور لامدا تايمز واي باور لامدا، يعني ممكن تقول اكس واي ايه كلهم باور لامدا، يبقى اكس واي كلهم باور لامدا، ويبقى ده حل السؤال بتاعنا اللي احنا فيه. تمام؟ طيب حلو جدا، خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ فبدل ما نطلع فوق بقى انا ممكن افتح الشيت من الناحيه الثانيه. يو اكس اكس يو اكس واي يو واي واي يو اكس اكس يو يو اكس واي يو اكس اكس بلس يو اكس واي بلس يو واي واي، الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده بيساوي زيرو. طبعا يو اكس اكس دي اللي هي اكس دبل داش في واي كابيتال بلس يو اكس واي دي اللي هي اكس داش في واي داش بلس يو واي واي دي اللي هي ايه؟ اللي هي اكس واي دبل داش. تمام، كل الكلام ده بيساوي زيرو. هتلاقي ان الايكويشن دي يا شباب، الايكويشن دي اللي هي رقم 4، الايكويشن دي نوت سيبيرابل، فا اتس نوت بوسيبل تو ايه تو سولف يوزنج السيبريشن اوف فاريبل، ما تقدرش تجيب الوايز في طرف والاكسس في طرف. تمام، طيب ندخل على السؤال الخامس. السؤال الخامس بيقول لك سي سكوير يو اكس اكس ماينس يو تي تي بيساوي زيرو. السؤال الخامس هنا يقول سي سكوير يو اكس اكس ماينس يو تي تي ايكوال زيرو. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ نفس التكنيكس ونفس البروسيدر اللي احنا مشيناها، هتقول والله ليت ان اليو اكس وتي هي فانكشن اكس فانكشن تي، ويبقى كده ساعتها اليو اكس اكس بتساوي كام؟ بتساوي اكس دبل داش في التي ماينس يو تي تي اللي هي اكس تي دبل دبل داش ايكوال زيرو. طيب يبقى ساعتها ان اكس دبل داش اوفر اكس بتساوي تي دبل داش اوفر سي سكوير في التي ايكوال ايه؟ ايكوال لامدا، وهتبقى ساعتها دي اوردينري ديفرنشال ايكويشن، ادي اكس دبل داش اوفر اكس ايكوال لامدا، والناحيه الثانيه تي دبل داش اوفر تي ايكوال ايه؟ سي سكوير في اللامدا. طيب خلي بالك بقى ان احنا هنا لما يبقى عندنا سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن بيبقى عندنا ثلاث حالات، وهم دول اللي احنا عايزين نقولهم. هتختار انهي حاله فيهم؟ على حسب الباوندري بقى كونديشن، يعني على حسب الباوندري كونديشن، اما الاكس ساعتها تطلع بريودك فانكشن فيبقى سي 1 ساين بلس سي 2 كوزاين، اما تطلع اكسبوننشال يبقى سي 1 اي باور ار اكس بلس سي بلس اكسبوننشال باور ماينس ار. يعني تعالى ممكن نشوفهم احسن بدل ما اقعد اشرح لك وانت اصلا مش قادر تتخيل، وانا مش عارف خليك تتخيل. بص دولت الثري كيسز اللي عندنا، ان هو الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن تطلع ايه؟ تطلع ريبيتد ريال ايه روتس، فساعتها يبقى الفانكشن اكس هي سي 1 بلس سي 2 اي تايمز اكس، يا اما تطلع ريال روتس بس ايه تو ديستنكت ريال روتس يبقى ساعتها تطلع اكسبوننشال، يا اما تطلع imaginary roots وساعتها تطلع اللي هي البريودك اللي هي سي 1 كوزاين زي سي 2 ساين. في الغالب احنا ما بنبصش على الثلاث حالات، احنا من الباوندري كونديشن بتاعتنا بنقدر نقول احنا والله هنشتغل في الكوزاين او هنشتغل في الاكسبوننشال.
فعلى طول بنستخدم الكيس الايه المناسبه للباوندري كونديشن. بس بما ان هنا مفيش باوندري كونديشن فانا ايه قلت خلاص انا هحط الثلاث حالات ويبقى هي الديفرنشال ايكويشن بتاعتي يا اما دي يا اما دي يا اما دي. خلاص بس كده مفيش اي مشكله اهو. يبقى اكس دبل داش ماينس اكس لامدا لما تحط الكاركترستيك ايكويشن هتبقى ار سكوير ماينس لامدا، وفي الغالب احنا بنشتغل على لامدا اصغر من الزيرو. لو حضرتك اشتغلت على لامدا اصغر من الزيرو يبقى السوليوشن بتاعك هو سي 1 كوزاين الفا اكس بلس سي 2 ساين الفا اكس. طب هي ايه الالفا دي يا شباب؟ الالفا دي اللي هي الروت بتاعك. يعني لو انا جبت كده على جنب وهشتغل، خليني بقى دلوقتي اشتغل ان لامدا اصغر من الزيرو، فيطلع لك ان ار سكوير او اكس دبل داش اكس دبل داش ده سؤال رقم 5 اكس دبل داش ماينس لامدا اكس ايكوال 0. يبقى الكاركترستيك ايكويشن هي ايه؟ هي ار سكوير ماينس لامدا ايكوال 0. يعني ار سكوير بتساوي كام؟ ار سكوير بتساوي لامدا. طب احنا بنقول لامدا اصغر من الزيرو اهو، لامدا اصغر من الزيرو، طب نحكمها ازاي؟ فبيقول لك سي مثلا ان لامدا ايكوال ايه؟ ماينس الفا سكوير، تمام؟ عشان تحكمها ان هي اصغر من الزيرو. يبقى ساعتها الروتس بتاعك اللي هو ار1 وار2 ده هيساوي كام يا شباب؟ يعني انت هتجيب روتس بقى دلوقتي، يبقى تساوي بلس اور ماينس اي بلس اور ماينس اي الفا. بس يبقى ساعتها الايكويشن اللي هي اكس هتساوي سي 1 في كوزاين الفا اكس بلس سي 2 في ساين الفا اكس. طب كده حضرتك عرفت ايه هي الالفا؟ اه الروتس بتاعتي، ما هو ده اللي احنا كنا بنحطه اصلا في الكوزاين والساين. الانجل دي كانت ساعتها بتبقى الروتس بتاعي. طيب ويبقى زي ما حليت هنا يا شباب خلاص اهو، لو انا قلت ان اللامدا اصغر من الزيرو كان ده هيطلع الاكس، وكان بنفس الكيفيه بالظبط ده هيطلع ايه؟ فانكشن تي. بس بدل ما هي كانت بدل ما هي كانت الفا بس، لا ساعتها هتبقى سي الفا. يعني بدل ما كانت الانجل بتاعتنا الفا كانت ساعتها هتبقى سي الفا. ليه ساعتها كانت هتبقى سي الفا؟ لان الفانكشن بتاعتي تي كده كانت ساعتها هتبقى تي دبل داش تي دبل داش ماينس سي سكوير لامدا تي. فلما حضرتك تجيب الكاركترستيك ايكويشن كانت هتطلع لك مثلا وليكن ار سكوير ماينس سي سكوير لامدا ايكوال 0، تودي سي سكوير لامدا هناك هتبقى ار سكوير ايكوال ايه؟ سي سكوير لامدا، لامدا دي اللي هي ماينس الفا سكوير. يبقى ساعتها لما حضرتك تيجي تجيب الروتس هتبقى ايه؟ سي الفا سي الفا ماشي، بلس اور ماينس اي سي في الالفا. فساعتها كانت الفانكشن تي هتبقى زي دي بالظبط، بس بدل ما هنا كانت الفا هتحط هنا ايه؟ سي الفا. وهو ده السؤال الخامس بتاعنا. طيب نروح بقى للسؤال السادس، ده كده السؤال الخامس بتاعنا. نروح للسؤال السادس ونشوف الدنيا هتطلع عامله ازاي. طيب من هنا نبدا بقى، ادي السؤال رقم 6 مدينا ايه بقى يا شباب؟ مدينا فانكشن بيقول لك ان هي دي بتعبر عن الكونسنتريشن، وهي الترانسبورت فانكشن يو تي بلس سي يو اكس. طب ايه هو السي ده؟ بيقول لك السي ده اللي هو الووتر ايه فلو، الووتر فلو الميه بتمشي في البايبس دي بكونستانت ريت ايكوال سي. طيب يبقى انا كده عرفت الديفرنشال ايكويشن وعرفت يعني ايه السي دي اللي هي الكونستانت بتاع الديفرنشال ايكويشن، ومديني في الاخر خالص الانيشال كونديشن. يبقى يو تي بلس سي يو اكس ايكوال 0، تعالى كده نحلها، نحاول نحلها. يو تي بلس سي يو اكس ايكوال 0. حلو جدا، نحاول نحلها بقى. واول حاجه احنا قلنا هنفترض ان الفانكشن يو دي هي ايه؟ هنفترض ان الفانكشن يو اللي هي فانكشن في التي والاكس، او الاكس والتي عموما، اي حاجه فانكشن في الاكس والتي ماشي، يبقى فانكشن في الاكس يو فانكشن في الاكس والتي دي هنفترض ان هي برودكت اوف فانكشن في الاكس اكس اوف الاكس دوت فانكشن في الايه او في فانكشن في التي اللي هي تي اوف تي. طيب حلو جدا، هنعمل فيه ايه بقى الكلام ده يا شباب؟ يبقى ساعتها اليو تي دي بتساوي ايه؟ مش بتساوي اكس تي داش بلس سي، اليو اكس دي هتساوي ايه؟ اكس داش تي اكس داش تي. يبقى احنا هنشتغل بنفس التكنيك اللي احنا شغالين عليه، نحاول نعزل الاثنين دولت عن بعض، نحاول نعزل الاثنين دولت على بعض، فدي هتبقى ايه؟ اكس تي داش ايكوال ماينس سي اكس داش تي، تمام؟ نقسم بقى الطرفين على بعض، يبقى يديك هنا ايه؟ يديك هنا نقسم على الاكس، يديك هنا تي داش على اكس تي، يديك هنا تي داش اوفر تي،
ويديك هنا minus c x dash a minus c x dash over x. تمام؟ تمام. طيب نكمل بنفس الطريقة، هيبقى عندنا two ordinary differential equation لأن الاثنين دول بيساوي some constant t، يبقى ممكن أدي السؤال السادس أهو. يبقى t dash a يبقى t dash over t equal lambda، دي أول differential equation، والناحية التانية x dash over x equal a equal minus lambda over c. تمام؟ طيب ده احنا عرفنا نحله على طول بقى يا شباب، احنا قلنا ان ده هيطلع لنا ايه؟ سام كونستنت مثلا هسميه سي 1 في اي باور اي باور لامدا تي، والناحيه الثانيه نفس الكلام هيطلع لنا اكس بتساوي سام كونستنت سي 2 في اي باور اي نيجاتيف الفا لامدا اوفر سي في الاكس. تمام؟ طيب يبقى اليو بتاعتنا بقى ساعتها هتساوي كام؟ يبقى اليو بتاعتنا اللي هي فانكشن في الاكس والتي هتساوي سي 1 في سي 2 هسميه سام كونستنت مثلا سي 3 في اي في الاي يا شباب، وخد اللامدا كومن فاكتور، هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك تي ماينس اكس اوفر سي. يبقى هي دي الديفرنشال ايكويشن بتاعنا، ومعاها بقى معاها الانيشال كونديشن اللي هو يو اكس وزيرو، هو مديه لنا بيساوي ايه؟ بيساوي اف اوف الاكس. بعد كده السؤال السادس مدينا او احنا خلاص جبنا ان حل الديفرنشال ايكويشن ده بيساوي الكلام ده اهو، ومعانا الايه؟ ومعانا الانيشال كونديشن اللي هو ان اليو اوف اكس وزيرو بتساوي اف اوف الاكس. طبعا يو اوف اكس وزيرو يعني ايه؟ يعني يو ات اني جيفن بوينت اكس لما التايم كان بزيرو هي كانت بتساوي ايه؟ فانكشن اف اوف الاكس. طيب احنا كده خلصنا السؤال السادس، ندخل على السؤال السابع، هو مش مختلف عنه كتير، تعالى كده نشوف هو بيقول ايه. السؤال السابع يو فايند الكونسنتريشن اللي هو السولت كونسنتريشن بتاع البروبلم اللي هي 6، جيفن ذات بقى ان الانيشال كونديشن بتاعنا اي بار نيجاتيف اكس، اي بار نيجاتيف اكس. خلي بالك اهو ده السؤال السابع، هو عايز ايه بقى يا شباب؟ عايز السوليوشن ده. يعني ايه عايز السوليوشن ده؟ يعني عايز البارتيكولر سوليوشن ليه، او هو عايز عموما ان احنا نشيل الكونستانت ونشوف هو فعلا الفانكشن دي بتساوي كام لو ان كان الانيشال كونديشن بتاعنا اي باور نيجاتيف اكس. طيب كده طب تعالى نعوض في الايكويشن. اول حاجه السي دي بكام يا شباب؟ هو قال لنا الووتر فلو ب 3 اهو، اهو الكونستانت ريت او الووتر فلو ريت بايه؟ ب 3. يبقى خلاص مش هنغير فيها اي حاجه، يبقى السي ب 3. طيب والتي بكام؟ ب 0. يبقى في الاخر خالص يو اوف الاكس وزيرو او اكس وزيرو اللي هي بتساوي ايه؟ هو مديها لنا انيشال كونديشن بتساوي اي باور نيجاتيف اكس، ومن من السوليوشن اللي انا جبته هي المفروض بتساوي كام؟ بتساوي سي 3 طبعا التي ب 0، فيتبقى لك ايه؟ ماينس، يتبقى لك اي باور ماينس لامدا اكس اوفر 3. صح كده يا شباب؟ طيب تقدر بقى تجيب تحل تجيب الكونستانت من هنا؟ اقدر بكل سهوله، لان الفانكشن دي لازم تساوي الفانكشن دي، يبقى باي كومبيرنج ايه اللي بيحصل؟ يبقى الكوفيشنت بتاع ده لازم يساوي الكوفيشنت بتاع ده. طب الكوفيشنت بتاع الفانكشن دي بكام؟ بسي 3. والكوفيشنت بتاع الفانكشن دي بكام؟ بواحد، يبقى سي 3 ايكوال 1. طيب ايه تاني؟ الباور يا شباب، لازم الباور دي تساوي الباور دي، يعني اكس هنا بتساوي اكس يبقى ماينس 1، او ماينس اكس بتساوي ماينس اكس، يبقى ال1 بيساوي كام؟ يبقى ال1 بيساوي لامدا اوفر 3، ومنها اللامدا بكام يا شباب؟ منها اللامدا ايكوال 3. يبقى في الاخر خالص السوليوشن بتاعنا اليو اكس وتي ده انا ممكن اكتبه ايه بقى دلوقتي؟ يو، السؤال السابع، يو اوف الاكس وتي، يو اوف الاكس وتي اللي هو كان بيساوي سي 3. طب ما سي 3 دلوقتي بواحد اهو، سي 3 بواحد تمام، ولامدا ب 3، يبقى اي باور، ادخل بقى الثلاثه بتاعت لامدا جوه، يبقى 3 تي ماينس اكس اوفر سي اللي هو 3 والسي ب 3 هيروحوا مع بعض، يتبقى لك ماينس اكس. يبقى دي الايكويشن بتاعتي اللي بتحقق ال، يبقى دي كده السوليوشن اللي بيحقق البارشال ديفرنشال ايكويشن لما الانيشال كونديشن كان باي باور نيجاتيف اكس. تمام كده؟ تمام، اتمنى تكون ايه وصلت. طيب ندخل على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده هو سؤال رقم 8. طبعا اللي عايز ياخد بريك في اي وقت يا شباب ياخد بريك، اللي عايز يقوم يتمشى وهو بيسمع او بيتفرج يقوم، الحاجات دي كلها يعني حاجات بسيطة ومطلوبة يعني. طيب السؤال الثامن بيقول لك using separation of variable in a rod of length oriented in x direction having
having both ends at. طيب الكلام ده احنا حليناه في شيت واحد، ان احنا كنا بنختار الديفرنشال ايكويشن وبنختار او بنجيب الديفرنشال ايكويشن ومعاها الباوندري والانيشال كونديشن. فالكلام ده بسيط، احنا قلناه قبل كده has both ends kept at zero condition، يعني على طول في اي تايم تي، اي تايم تي او في اي تايم تي الكلام ده بيساوي زيرو. امتى بقى؟ لما اليو كانت بتساوي زيرو ولما اليو كانت بتساوي ايه؟ ال، لان هو بيقول لك البوث اند ايكوال زيرو. البوث اند يعني انا لو اعتبرت ان الاند دي عند زيرو يبقى الاند الثاني عند ال، لانه طول الرد بتاعي ال. طيب فات اني تايم يعني يو زيرو وتي بتساوي زيرو، يو ال وتي بتساوي زيرو، والانيشال تمبريتشر، الانيشال تمبريتشر يعني يو ات اني جيفن اكس لما التايم كان بزيرو، لما التايم كان بزيرو الكلام ده كان بيساوي اف في الاكس. يبقى احنا كده خلصنا الباوندري والانيشال كونديشن، والمعادله دي هي معادله هيت ايه؟ هيت فانكشن. فيبقى كده نص السؤال خلص. فتعالى بقى بدل ما اكتب معاكم الكلام ده، تعالى ايه نقرا من اللي انا حله اهو. يبقى ادي الايكويشن بتاعتي يا شباب، سي سكوير ماينس يو اكس اكس او سي سكوير يو اكس اكس ماينس يو تي ايكوال زيرو، وده الانيشال بتاعي، وده الباوندري كونديشن لما تي كانت اكبر من او يساوي زيرو، وده الانيشال كونديشن بتاعي. ممكن نبدا نحل طبعا. سي سكوير هنا يو اكس اكس اللي هي ايه؟ اكس دبل داش تي، وهنا يو تي اللي هي ايه؟ اكس تي داش. الكلام ده ايكوال زيرو، نحاول نفصل فيدينا اكس دبل داش اوفر اكس. وهنا طيب يا شباب هو انا ليه ما باخدش السي سكوير هنا؟ ليه ما باخدش السي سكوير هنا؟ ينفع اخدها بس الكلام ممكن يطلع لي فيه كسور او كده، فانا بريح دماغي واخليها ايه في الناحيه الثانيه تحت عشان لما اجي احل الديفرنشال ايكويشن تبقى ابسط يعني. طيب هنا هحل تو ايه؟ تو اوردينري ديفرنشال ايكويشن، خلي بالك دي لوحدها اللي هي دي، ودي لوحدها اللي هي دي. طيب من الباوندري كونديشن هنا يا شباب تقدر تقول ايه؟ بص بقى لو انت عندك هنا اهو بيقول لك عند ده الرد بتاعك اهو هنا كده مثلا، وده عند زيرو وده عند ال، بيقول لك عند اي جيفن تايم الحته دي بصفر، وعند اي جيفن تايم عند ال اليو دي بزيرو. طيب هل احنا دلوقتي عندنا ايه الاحتمالات بتاعتنا؟ ان دي يا اما تطلع اكسبوننشال، يا اما تطلع سي بلس سي، يا اما تطلع بريودك اللي هي الكوزاين والساين. فما ينفعش هنا يبقى بزيرو، وما ينفعش هنا تبقى بزيرو وتقول لي ان الحل هيطلع ايه؟ اكسبوننشال، لان الاكسبوننشال ليها بيهيفير واحد، لازم الفانكشن بتاعتك يا هتطلع كده يا هتيجي نازله كده، يا هتجمعهم فبرضه هيفضل نفس البيهيفير بتاعك هو، يا اما طالع يا اما نازل. لكن ما ينفعش باي حال من الاحوال يبقى عندك فانكشن اكسبوننشال وتبقى عند النقطه دي بزيرو وتبقى عند النقطه الثانيه دي بزيرو. فساعتها يعني ده حل ايه؟ غير منطقي. فلو انت رحت خدت ان اللامدا اكبر من الزيرو، لو خدت ان اللامدا اكبر من الزيرو يعني السوليوشن بتاعك هيوصلك لسي 1 اكسبوننشال بلس سي 2 اكسبوننشال، هتلاقي ان ده بيطلع لك في الاخر خالص ايه؟ تريفيال سوليوشن مش معانا. فانا من البدايه خالص كده هاخد ايه؟ ان اللامدا اصغر من زيرو، وهجبر نفسي ان طالما اللامدا اصغر من زيرو ممكن اقول ان هي ماينس حاجه تربيع، لان يبقى كده الايكويشن دي على طول بماينس، يبقى الروتس بتاعتي اللي هو ار 1 و 2 هي بلس اور ماينس اي لامدا، يبقى السوليوشن بتاعي سي 1 في كوزاين الفا زائد سي 2 في ساين الفا. طيب من هنا بقى هبدا اجيب السيات عن طريق الايه؟ عن طريق الانيشال كونديشن اللي هو مديهولي. هو قال لي هنا يا شباب ان اليو 0 وتي بيساوي اليو ال وتي بيساوي زيرو. طيب هو يو 0 وتي دي مش الفانكشن يو دي انا اعتبرتها هي فانكشن اكس في الفانكشن تي. حلو، معنى يو 0 تي بقى ساعتها هو ايه؟ ان هو اكس اوف 0 في تي اوف تي بتساوي زيرو. طب ومن هنا هقدر اجيب ان الاكس و0 بتساوي زيرو. طب انا قدرت اجيب الكلام ده ليه؟ احنا كده بنحل في سؤال 8. انا قدرت اجيب الكلام ده ليه يا شباب؟ لان حاجة في حاجة بتساوي زيرو، يا إما ده هيساوي زيرو يا إما ده هيساوي زيرو. ركز بقى قوي معايا كده، لو أنا قلت ساعتها إن تي أوف تي بتساوي زيرو، إن هو المربع ده بيساوي زيرو، اطلع بقى كده على السوليوشن ده، مش لو تي أوف تي بتساوي زيرو يبقى الحتة دي بزيرو، يبقى أي حاجة في زيرو بزيرو، يبقى الفانكشن دي بتساوي زيرو، يبقى ده تريفيال سوليوشن، يبقى ما بناخدهوش في اعتبارنا. يبقى أنا لما بقول لك إن اليو زيرو تي بيساوي الكلام ده ومنها ان اكس وزيرو بتساوي زيرو، يبقى ده صح. ليه؟ لان انا لو خدت ان الاولاني هو اللي بزيرو يبقى ده تريفيال سوليوشن، مش هيوصلنا لاي حته. نفس الكلام تحت كده هنطلع بان اكس ال وزيرو بتساوي زيرو. طيب هناخد بقى التو باوندري كونديشن دولت هنعوضهم في الايه؟ في الايكويشن اللي هي اكس اللي انا لسه جايبها. حلو جدا، هعوض عن طبعا ابدا بالاصفار الاول هيبقى احسن. اكس اوف زيرو بتساوي زيرو، ادي الزيرو اهو، اكس اوف زيرو بتساوي زيرو. طيب بتساوي حط هنا الاكس بزيرو يديك سي 1، حط هنا الاكس بزيرو يديك صفر، صفر في اي حاجه بصفر يبقى زائد صفر.
ففي الاخر خالص طلع لنا ان السي 1 بيساوي 0، يبقى ده مش معانا في الاكس. فيبقى انت ممكن تقول ان الاكس بتساوي ايه؟ سي 2 ساين اكس على طول. طيب حط بقى الايه؟ حط الباوندري كونديشن الثانيه، اكس اوف ال بتساوي 0، اكس اوف ال بتساوي 0 اهو. لما اكس اوف ال بتساوي 0 يبقى ده كده هيديك ايه؟ ساين 2 ساين سي 2 ساين ايه؟ الفا ال. يبقى يا اما ده بيساوي 0 يا اما ده بيساوي 0. وركز قوي برده معايا، لو سي 2 هي اللي بتساوي 0 ايه اللي هيحصل؟ لو سي 2 بتساوي 0 اطلع اقعد في الايكويشن اللي فوق، فسي 2 في اي 0 في اي حاجه ب 0، يبقى الفانكشن اكس هتطلع لك بكام؟ ب 0. لو الفانكشن اكس طلعت لك ب 0 يبقى هنا هتحط الاكس ب 0، 0 في اي حاجه ب 0، يبقى اليو هتبقى ب 0، يبقى ده هيبقى تريفيال سوليوشن مش هينفعنا باي حاجه. يبقى ساعتها اكيد السي 2 مش بصفر، لو السي 2 مش بصفر يبقى الساين الفا ال هي اللي بصفر، يبقى ساين الفا ال بصفر. طب امتى الساين بزيرو؟ لما الانجل بتاعتك يبقى ايكوال ان باي، اهو لما يبقى الالفا ال ايكوال ان باي. هو ايه اللي احنا عايزين نحدده دلوقتي؟ الالفا هي اللي مش معانا، يبقى الالفا بتساوي ان باي اوفر ال، ان باي اوفر ال. وساعتها يبقى الاكس بتاعتك بتساوي سي 2 في ساين ان باي اوفر ال اكس، والان بتاعتك من 1 و2 و3 و4 و5 وهكذا. طيب يبقى احنا كده حلينا الفانكشن اكس، ناقص نحل الفانكشن تي. الفانكشن تي بقى سهله. ليه الفانكشن تي سهله يا شباب؟ لان احنا حليناها قبل كده كتير اهو. تي داش اوفر تي ايكوال ايه؟ تي داش اوفر تي ايكوال الفا في سي سكوير. لما انت عندك الشكل ده يبقى احنا قلنا في الاخر خالص يبقى السوليوشن بتاعنا يطلع ايه؟ سام كونستانت مثلا هتسميه سي 3 في اكسبوننشال الفا سي سكوير في التي. هو ده اللي طلع لنا هنا اهو. سي سكوير اهو، هو ده اللي طلع لنا هنا. طيب يبقى في الاخر خالص ايه؟ يبقى التي. خلي بالك بقى الالفا دي احنا قلنا ان الالفا دي بكام؟ مش قلنا ان الالفا دي بماينس، او قلنا ان اللامدا دي بماينس الفا سكوير؟ اللامدا بماينس الفا سكوير. طب والالفا دي بتساوي ان باي اوفر ال، يبقى ساعتها ان اللامدا نفسها بتساوي كام؟ ماينس الكلام ده سكوير، يعني ماينس ان سكوير باي سكوير سي سكوير على لامدا سكوير، صح؟ هو ده اللي انا حطيته هنا. يبقى ان سكوير باي سكوير، طبعا مفيش سي سكوير، ان سكوير باي سكوير على ال سكوير، دي كده الايه؟ دي كده اللامدا. ناقص نحط بقى الايه؟ السي سكوير تي. يبقى نحط هنا، يبقى هنا في الحل ده سي سكوير ناقص، تمام؟ في الحل ده سي سكوير ناقص. يبقى في الاخر خالص اقدر اقول دلوقتي ان اليو اكس وتي يا شباب بتساوي ايه؟ اليو اكس وتي بتساوي، بص بقى حضرتك هتضرب التو فانكشن اكس في تي، يبقى سي 2 في سي 3 سميته انا ايه؟ سام كونستانت جديد اسمه بي ان، وادي ساين ان باي اكس اوفر ال، وادي الاكسبوننشال نزلت زي ما هي. يبقى هو ده يا شباب السوليوشن بتاعنا، يبقى هو ده السوليوشن بتاعنا. طيب ناقص ايه بقى يا شباب؟ عشان احدد السوليوشن ده ينفع لفانكشن معينه لازم تديني حضرتك الانيشال ايه؟ الانيشال فاليو بتاعت الفانكشن دي. طيب فانا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك ان، ودي مهمه قوي بقى، يعني الحته دي مهمه قوي اهو. جيت قلت لك ان يو اكس وزيرو بتساوي، وليكن هقول لك يا شباب دلوقتي ان هي بتساوي ساين ان او ساين باي اكس اوفر ال. يبقى مش دي يو اكس وزيرو بتساوي الكلام ده؟ طيب يبقى لازم بتساوي ايه؟ بتساوي الفانكشن لما احط هنا يو اكس وزيرو برضه. لما احط هنا يو اكس وزيرو هتديني من واحد، من ان بتساوي واحد لحد انفينيتي، بي ان ساين ان باي، طبعا خليك بقى مركز معايا عشان ايه؟ ان باي ال اوفر ان باي اكس اوفر ال. طبعا الحته دي لما تحط تي في 0 تديك 1. طيب مش احنا قلنا يا شباب ان لازم الفانكشن دي بتساوي الفانكشن دي؟ لازم. طالما الفانكشن دي بتساوي الفانكشن دي ممكن نعمل كومبيرنج للكوفيشنت اهو. يبقى ممكن نعمل كومبيرنج للكوفيشنت هنا، دي ساين باي اكس اوفر ال. طب ايه هنا من السيجما دي يطلع لك ترم فيه ساين ان باي اكس اوفر ال؟ الترم الوحيد لما الان بتساوي واحد. ما هو لما الان بتساوي واحد ده هيديك ايه؟ ده هيديك بي واحد، وهنا هيديك ساين. طبعا ان بتساوي واحد يبقى هيديك باي اكس اوفر ال على طول، ويبقى الفانكشن دي بتساوي الفانكشن دي، يبقى ساعتها البي واحد بيساوي كام؟ بيساوي الكوفيشنت اللي هنا اللي هو برضه واحد. ويبقى انت حليت حضرتك السؤال، وهتبقى ساعتها البي واحد بتساوي واحد، واي بي ثانيه بتساوي زيرو. يبقى لما الان بتساوي واحد البي بتساوي واحد، ولما الان لا تساوي الواحد البي بتساوي الزيرو. يبقى ده كده السؤال اتحل وخلصنا منه. طيب دي كانت فانكشن ساين سهله، فقدرت اقول والله يبقى الساين هنا بتساوي الساين هنا. طب لو كانت هنا ساين 2 باي،
يبقى ساعتها كنت انت محتاج ال N ب 2 وقارن بقى، كان ساعتها هيبقى ال B 2 هو اللي ايكوال 1 واي B تاني هتبقى ايكوال 0. طب لو الفانكشن بقى مش ساين يا شباب، فانكشن اف اوف الاكس عاديه خالص، لازم نعمل فيها ايه؟ اول حاجه لازم عشان نقارنها بالشكل ده مش لازم نحولها لمجموعه من الساينز. يبقى هو فورير مثلا قابلته المشكله دي وقال لك يبقى عشان الاف اوف الاكس اقدر اقارنها بالساينات دي كلها، يبقى لازم كانت هنا تبقى ايه؟ الاف اوف الاكس نفسها هي عباره عن مجموعه من الساينز، يبقى اي فانكشن كان نقدر او كنا نقدر نكتبها عباره عن مجموعه من الساينز او الكوزاينز. فقال لك خلاص، وراح عمل القانون ليها ان انا لو عايز اكتب الاف اوف الاكس دي ممكن اكتبها على الشكل بتاعي اللي هو مجموعه من الساينز اللي هو دي. يبقى هو قال لك ان الاف اوف الاكس ممكن تتكتب عن الطريق ده او عباره عن مجموعه من الساينز، وساعتها كان هو ناقص يحدد ان الكوفيشنت سي ان ده بيساوي كام. يبقى قال لك الكوفيشنت سي ان ده هيطلع بيساوي 2 اوفر ال من 0 ل ال الفانكشن اف اوف الاكس الفانكشن بتاعتك في ساين الكلام ده. تمام. طيب خلي بالك السي ان بقى مش ساعتها انا قدرت اكتب الفانكشن دي بدلاله فورير سيريز عن طريق الكلام ده. لما اكتبها عن طريق الكلام ده مش هتبقى سي ان هي بي ان بالظبط لما تيجي تقارن تعمل كومبيرنج؟ ما هو ده هو ده، ادي السيجما وادي السيجما، وادي الفانكشن وادي الفانكشن، وادي السي ان وادي البي ان، هي السي ان فعلا بتساوي البي ان. يبقى كده حليت المعضله بتاعتي ان الاف اوف الاكس دي كانت اي فانكشن تاني غير الايه؟ اي فانكشن غير الساين. عملت فيها ايه؟ قدرت احولها واكتبها بدلاله الساينز. لما كتبت الفانكشن دي بدلاله الساينز عن طريق فورير سيريز اهو كتبتها بالطريقه دي، ايه اللي ظهر لي او ايه اللي حل لي المشكله؟ ان ساعتها الكونستانت ده سي ان هو يبقى الكونستانت ده بي ان. يبقى انا لو حليت وجبت الكونستانت بي ال يبقى انا حليت الايه؟ حليت الهيت ايكويشن بتاعتي. تمام؟ هو ده اللي هو عمله بالظبط. قال لك هكتب الفانكشن عن طريق الساينز، فلقى ان اللي هي بتتكتب بالطريقه دي. طب والسي ان دي يا عم بتساوي كام؟ قال لك بتساوي الكلام ده اللي هي برضه هتساوي ساعتها البي ان. يبقى انت حليت المشكله بتاعتك. يبقى السوليوشن بتاعك اللي هو يو اكس وتي هو بيساوي ايه؟ يبقى السوليوشن بتاعك اللي هو يو اكس وتي بيساوي الكلام ده، والبي ان بتساوي الكلام ده، والاكس بتاعك من كام لكام؟ الاكس بتاعك من 0 لحد ال، والتي بتاعتك اكبر من او تساوي الزيرو، التي بتاعتك اكبر من او تساوي الزيرو. طيب لحد هنا تمام يا شباب؟ اتمنى لحد هنا الدنيا تبقى تمام. يبقى هو ده اول ما تشوف السوليوشن ده بتاع الايه؟ ده بتاع الهيت ايكويشن لما الباوندري كونديشن بتاعك ان البوث اند كيبت ات زيرو تمبريتشر وان الانيشال كونديشن بتاعك ايكوال اف اوف اكس. تعالى هنا بقى بيقول لك ايه؟ السؤال التاسع ده يا شباب. طبعا بي دي سهله جدا يا شباب، مديك فانكشن بي اوف الاكس، يبقى مش لازم تروح. بص بقى خلي بالك معايا، اول طريقه الحل ازاي؟ طريقه الحل ادي اليو، بس عشان نحدد اليو لازم نجيب البي اوف الان. طب هتجيب البي اوف الان ازاي؟ عن طريق الكونديشن ده. هو انت عارف الاف اوف الاكس هتحطها هنا وهتكامل تجيب البي ان، يبقى انت حليت. طيب بص بقى، هل لازم لو انا اداني الفانكشن بتاعتي ساين لازم اروح اكامل؟ لازم اعمل انتجريشن؟ مش لازم، لان احنا قلنا الفانكشن ساين دي سهله جدا ان احنا نعمل كومبيرنج من فوق هنا خالص يا شباب. اهو مش الاف اوف الاكس لو كانت بتساوي ساين احط هنا الساين واشوف امتى الساين بتساوي الساين، يبقى البي بتساوي البي، فهي دي عمليه كومبيرنج بسيطه. انما ايه؟ انما هنا الاف اوف الاكس اللي هي بتساوي 1 و0 دي اللي انا لازم اعمل لها انتجريشن. فتعالى كده نروح، بيقول لك حدد لي السوليوشن بتاع البروبلم اللي فاتت لما الانيشال كونديشن اف اوف الاكس مره كان بيساوي كده ومره كان بيساوي كده. تعالى بقى نروح نقول ان نحل في السؤال الكام يا شباب؟ نحل في السؤال التاسع اهو. السؤال التاسع ايه؟ الاف اوف الاكس بتساوي كام؟ 1 و0. يبقى البي ان يا شباب بتساوي كام؟ عوض في الانتجريشن على طول 2 اوفر ال من 0 لحد ال، 1 في ساين ان باي اكس اوفر ال. بس خلي بالك، خلي بالك من نقطه ان هي ايكوال 1 من 0 لحد ال على الاثنين، يبقى انت كده هتكامل من 0 لحد ال على الاثنين زائد من ال على الاثنين لحد ال، بس هي الفانكشن كانت بتساوي 0 يبقى مش لازم نكتب التكامل. يبقى هو كنت ممكن تقول 2 على ال، تفتح قوس كبير كده من صفر ال على الاثنين بلس من ال على الاثنين لل، بس خلاص مش لازم تعمل الكلام ده. طبعا هنا في دي اكس يا شباب بتكامل بالنسبه لدي اكس. طيب الكلام ده بقى بيساوي كام يا شباب؟ تكامل الساين نيجاتيف كوزاين تقسم على الانجل فيظهر لك الكلام ده. طيب الكلام ده من 0 ل ال على الاثنين
خلاص خد الكونستانت لوحدهم يبقى ماينس 2 ان على باي، وعوض بقى بال على الاثنين، شيل الاكس حط ال على الاثنين، ال تروح مع ال وتتفضل لك الاثنين تحت، ومره عوض الزيرو تفضل لك ايه ماينس 1. عايزين نطير الماينس ده نروح ضاربينه هنا في القوس ده يبدل لك القوس، بدل ما هي كذا ناقص كذا تبقى واحد ماينس الكلام ده. يبقى هو ده اللي يا شباب البي ان بتاعنا. لو هو ده البي ان بتاعنا يا شباب يبقى احنا ممكن نروح نحطه بكل بساطه في اليو، لان اليو بتاعتنا بتساوي ايه؟ سيجما بي ان ساين في اكسبوننشال اهو. يبقى سيجما بي ان ساين في الاكسبوننشال اهو، ادي الساين وادي الاكسبوننشال، والبي ان ساعتها 2 اوفر باي كونستانت. خلي بالك 2 اوفر باي كونستانت طلعتها بره الايه؟ السميشن، وتفضل لي الان وتفضل لي فوق 1 ماينس كوزاين ان باي اوفر 2. طيب هنا شباب، هنا احسن حاجه ان احنا عارفين ان اليو اكس وتي بتساوي الكلام ده، ودي الانيشال كونديشن عند يو اكس وزيرو. يبقى يو اكس وزيرو هي بتساوي ايه؟ 6 ساين باي اكس اوفر ال، وفي نفس الوقت بتساوي ايه؟ بتساوي سميشن الكلام ده. يبقى خلي بالك امتى هنا الساين او امتى هنا الساين هتساوي باي اكس اوفر ال؟ لما الان بواحد. يبقى لما الان بواحد يبقى البي اوف 1 بيساوي 6. طب ولما الان لا تساوي الواحد، مفيش هنا بقى ايه فانكشن ثانيه، يعني مفيش مثلا بلس 3 ساين 2 باي اكس اوفر ال بلس مثلا 2 ساين 3 باي اكس اوفر ال، مفيش الكلام ده. يبقى عند الان لا تساوي الواحد البي ان بيساوي كام؟ البي ان بيساوي الزيرو. تمام؟ طيب ممكن حد يروح يحلها بالتكامل، يحلها بالتكامل. خلي بالك لما تيجي تحلها بالتكامل هتعمل ايه؟ 2 اوفر ال من 0 لحد ال، تحط الفانكشن بتاعتك اللي هي 6 ساين باي اكس اوفر ال مضروبه في الفانكشن اللي هي دي ساين ان باي اكس اوفر ال. الانتجريشن في الاخر خالص يا شباب هيطلع لك بزيرو. خلي بالك الانتجريشن في الاخر خالص هيطلع لك بزيرو. تقول لي ايه ده؟ طب هو ازاي بزيرو مع ان المفروض بي 1 تطلع ب 6؟ اقول لك لو لاحظت ان الانتجريشن ده هنا هيظهر لك ان ماينس 1 في المقام، فهو فعلا هيطلع لك بزيرو. بس خلي بالك ان الان لا تساوي ال 1، ان الان لا تساوي ال 1، يبقى هو زي لو عملتها بالانتجريشن هيطلع لك هو بيساوي زيرو فعلا بس عند ان لا تساوي ال 1. طب عشان تجيب الانتجريشن عند ان بتساوي ال 1، حط من الاول الفانكشن ايه؟ ان بتساوي 1 هتديك ساين، يعني حط الفانكشن دي بقى حط فيها ال ان بتساوي ال 1 انت اللي انت حاططها هنا. لما تحط فيها ال ان بتساوي 1 هتديك ساين باي اكس اوفر ال، ومضروبه هنا 6 ساين باي اكس اوفر ال، يعني هتديك ساين سكوير، ووقعه كامل يبقى لازم البي 1 تطلع لك ب 6. تمام؟ طيب يبقى السوليوشن بتاعنا بقى يا شباب هنا ايه؟ وهو ايه؟ السمشن هيختفي طبعا لان احنا عندنا بي 1 بس هي اللي شغاله. يبقى بي 1 في ساين باي اكس اوفر ال في الاكسبوننشال اهو، يبقى بي 1 اللي هي بكام؟ ب 6 في ساين الان ب 1، فيتبقى لك ايه؟ ساين باي اكس اوفر ال في الاكسبوننشال الان ب 1، فالان سكوير هتبقى ب 1 هتروح من عندك. وطبعا التي اكبر من 0 والاكس اصغر من او تساوي الكلام ده. يبقى احنا خلصنا كده السؤال التاسع. ندخل بقى السؤال العاشر. هو ايه الجديد هنا في السؤال العاشر يا شباب؟ انا هسيبكم كده 30 ثانيه تقروا وتقولوا لي ايه الجديد. الجديد هي الباوندري كونديشن. طبعا قصدي لما اقول لك هسيبك 30 ثانيه ان انت تعمل بوست 30 ثانيه، ان انا مش هستنى 30 ثانيه. ماشي؟ هو الجديد الباوندري كونديشن ان هو بدل البوث اندز كيبت ار زيرو هنا انسوليتد اندز. يعني ايه انسوليتد؟ فاكرين لما قلنا النويمان باوندري كونديشن اللي هو اليو ساعتها اوف اكس هي اللي هتساوي زيرو، اللي هو الديفرنشيشن بتاعنا هو اللي هيساوي زيرو. يبقى ادي الهيت ايكويشن عندي هي ما اتغيرتش، اللي اتغير عندي الباوندري كونديشن ان هي بدل ما يو لا بقت يو اكس. يعني ايه يو اكس؟ يعني السيرفيس ده ما بيطلعش منه اي فلكس. يبقى البارشال يو بارشال اكس بيساوي زيرو لان ما بيطلعش اي فلكس لانه ايه؟ انسوليتد. يبقى يو اكس ويو اكس لما الاكس بزيرو والاكس بال الكلام ده بيساوي زيرو. طيب يبقى ساعتها على فكره الدنيا برده مش هتتغير كتير، يعني نفس السوليوشن، نفس التكنيكس، نفس الاكس اللي هتظهر في الاخر خالص، بس اهي نفس الاكس اللي هتظهر. بس خلي بالك اهو ان الباوندري كونديشن بتاعتك هنا عند الديفرنشيشن بتاع اليو اهو، عند اليو اكس، مش عند اليو بس، عند اليو اكس. فبالتالي عشان تطبق الباوندري كونديشن كان لازم تجيب الاكس داش، فانا جبت الاكس داش، طلع برضو ان السي 2 بزيرو، طلع ان السي 2 بزيرو. خلي بالك السي 2 بزيرو يبقى دي مش هتبقى معانا، هيتبقى لك ان الاكس بتساوي سي 1 في الكوزاين. طيب عوض بقى باكس داش عند ال بتساوي زيرو يديك ايه؟ ماينس الفا سي 1 ساين. يعني الالفا بتساوي الكلام ده،
يبقى في الاخر خالص الاكس هتساوي الكلام ده. طيب الان بقى من كام يا شباب؟ لما قلنا السي 1 اكيد مش هتساوي الزيرو، يبقى لازم الساين هي اللي بتساوي الزيرو. يبقى الساين امتى بتساوي زيرو؟ لو الانجل الفا ال بتساوي ان باي، يعني الالفا بتساوي ان باي اوفر ال. طيب هنا بقى خلي بالك الان هتبدا من الزيرو. بص بقى ليه الان هتبدا من الزيرو؟ لان كوزاين زيرو عندك هيديك كام؟ كوزاين زيرو عندك هيديك 1، يعني الاكس هتبقى بسي 1. ساعتها هنا الاكس مش هتبقى بصفر، يعني لو كان عند الزيرو الاكس هتديني صفر، فكنا هنطلع فوق نقول ان الصفر ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي تريفيال سوليوشن، فمش هيبقى معانا. انما هنا الان عند الزيرو هتديني ايه؟ هتديني قيمه فمقبوله، فيبقى الان هنا العداد بتاعي بيبدا من الصفر مش بيبدا من الواحد. تمام؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا وحلينا الاكس طبعا، وحل التي قلنا سهل جدا لان دي ايه؟ اوردر 1 ديفرنشال ايكويشن. ويبقى اليو بتاعتنا هو الاكس في التي، يبقى اليو بتاعتنا هو الاكس في التي. طيب الاكس في التي بقى يا شباب هنقول سي 1 في سي 3 هعتبره اي ان، وطبعا الكوزاين في الاكسبوننشال. خلي بالك بقى الباوندري كونديشن، ادي الاف اوف الاكس دي يا شباب، انا الاف اوف الاكس دي ممكن اكتبها بايه؟ بهاف كوزاين ايه؟ فورير سيريز. برضه فورير سيريز قال لك لو انا عايز اكتب الاف اوف الاكس دي عن عباره عن مجموعه من الكوزاينات هتتكتب ازاي؟ هتتكتب ان هي عباره عن كونستانت بلس من ان 1 لحد الفا اي ان كوزاين. قال لك لو انا عايز اعبر عن الاف اوف الاكس دي عن طريق الكوزاين مش الساين، يبقى لازم يبقى معانا ايه؟ كونستانت هنا اللي هو زي المين فاليو، يعني لان الكوزاين المين فاليو بتاعتها ليها قيمه، انما ساعتها الساين كان بزيرو لان المساحه هنا عكس هنا. يعني لو دي الساين كده مثلا مش مهم، المهم يعني هيطلع معانا ايه؟ هنا في كونستانت بلس سم كونستانت اي ان في مجموعه من الكوزاينز. انا بعبر عن اف في الاكس بالطريقه دي، يبقى دي طريقه تعبير عن الاف في الاكس، ملهاش علاقه بالسوليوشن اللي انا كاتبه هنا ده. لا هو قال لك فورير ان انت ممكن تشيل الاف في الاكس وتعبر عنها بالطريقه دي، وساعتها الاي زيرو بتاعك الاي زيرو اوفر 2 اللي هو في نفس الوقت على فكره بيساوي الاي زيرو ده اللي احنا عايزين نجيبه، هيساوي 1 اوفر ال من 0 ل ال اف في الاكس، والاي ان اللي هو ده ساعتها بيساوي برضه الاي ان اللي هو ده، يعني بيساوي 2 اوفر ال من 0 ل ال اف في الاكس في الكوزاين. تمام؟ طيب يبقى احنا عشان حضرتك تجيب السوليوشن بتاعك يو اكس وتي، تجيب سوليوشن كامل، يبقى لازم تجيب الكونستانت اي ان، او بمعنى تاني انت ممكن تقول تطلع بقى العداد بتاعك لما ان بزيرو، لما ان بزيرو ايه اللي هيحصل؟ الاكسبوننشال بواحد والكوزاين بواحد، فيطلع لك ايه؟ باور زيرو بره. يبقى خلاص انت ده كونستانت ملوش دعوه باي حاجه، يبقى ممكن تطلعه بره وتبدا العداد بتاعك من ان ب 1. يبقى احنا في الاخر خالص عايزين نجيب ايه؟ الاي بزيرو والاي ان. يبقى انت كده حليت السؤال، هو ده اللي انت عايز تجيبه. طب هتجيب الاي زيرو ازاي يا شباب؟ هتشوف الفانكشن الانيشال كونديشن اللي هو مدوا لك اف اوف الاكس وتكامله بس من زيرو ل ال وتقسم الناتج على ال. طب هتجيب الاي ان ازاي؟ برضه نفس الكلام 2 اوفر ال من 0 ل ال الفانكشن في الكوزاين ان باي اكس على ال. يعني بتنزل الفانكشن اف بتنزلها هنا وتنزل الكوزاين دي هنا بس كده. هناك في الساين كنا بنعمل ايه؟ كنا برضه بننزل الفانكشن وبننزل الساين. كنا بننزل الفانكشن وبننزل الساين. طيب يبقى في الاخر خالص حضرتك ممكن تكتب بصوره كده شياكه عشان يبقى الحل قدامك، ممكن تكتب ايه؟ ان والله السوليوشن بتاعي بيساوي او اي زيرو زائد السيجما من ان 1 للانفينيتي اي ان كوزاين اكسبوننشال. بس خلي بالك ان الاي زيرو ده بيساوي كام؟ المين فاليو اللي هي 1 اوفر ال من 0 ل ان اف اوف الاكس، والاي ان ده بيساوي كام؟ 2 اوفر ال من 0 ل ال اف اوف الاكس كوزاين. تمام؟ يبقى متخيل كده السؤال 11 هيقول ايه؟ السؤال 11 اكيد هيدينا حاجه نحاول نحسب الكلام ده، وممكن يطلع ظني خطا. يعني هنا بيقول لك في السؤال العاشر فايند تمبريتشر ديستريبيوشن، فمديني الاف اوف الاكس بتساوي ايه يا شباب؟ الاكسبوننشال دي. خلي بالك بقى هو امتى مش محتاج اعمل تكاملات خالص يا شباب؟ يعني امتى الدنيا تبقى سهله عندي جدا؟ لو مديني ان الاف اوف الاكس بتاعتي عباره عن كوزاينز، يعني لو مديني الاف بتاعتي عباره عن كوزاين باي اكس اوفر ال، دي الاف اوف الاكس، يبقى ساعتها الاي زيرو بكام؟ الاي زيرو هيبقى بزيرو لان مفيش هنا كونستانت، والاي ان ساعتها هيبقى بواحد عند الان بتساوي الواحد بس. فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني انا اقصد ايه يا شباب؟ لو انا عندي ايكويشن دلوقتي بقول لك والله ان اليو اكس وزيرو، اهو اليو اكس وزيرو بتساوي ايه؟ بتساوي واحد بلس
كوزاين 2 باي اكس اوفر ال. يبقى ساعتها هتقول لي والله يبقى الاي 0 بتساوي كام؟ ادي الكونستانت بتاعك اهو، ويبقى ساعتها الان بتساوي 2، ولما الان بتساوي 2 كان الكوفيشنت اللي هو اي 2 ده بيساوي الكوفيشنت ده، يعني بيساوي 1. ويبقى السؤال خلص، يبقى السؤال بتاعك خلص. قلت لك مثلا 3 بلس كوزاين باي اكس اوفر ال بلس مثلا 2 كوزاين 2 باي اكس اوفر ال. يبقى ساعتها هتقول لي والله في قيمه عند الاي ب 1 وفي قيمه عند الاي ب 2 وفي قيمه عند الاي نوت اهو، بس اي قيمه تاني مش موجوده بتساوي صفر. خلاص يبقى الدنيا خلصت. طيب امتى الدنيا تبقى صعبه بقى؟ لما الفانكشن بتاعتك ما تبقاش كوزاينز، او ما تبقى لما الفانكشن بتاعتك ما تبقاش كوزاينز، يبقى ساعتها ان الدنيا هتبقى صعبه شويه. ليه؟ لانك هتضطر تعمل شويه تكاملات. تحسب الاي 0 ازاي؟ 1 اوفر ال من 0 ال اف اوف الاكس، وتحسب الاي ان ازاي؟ من 2 اوفر ال من 0 ال اف اوف الاكس. طيب يبقى ده السؤال رقم 11 اللي هنبدا بيه. ال ال عندي بتساوي كام؟ ال ال عندي بتساوي باي. لما حضرتك ال ال بتساوي باي يبقى تقول لي 1 اوفر ال عشان تحسب بقى الاي نوت. هو خلاص انت دلوقتي انت عارف الفانكشن يو، ناقص بس تحسب الاي نوت وناقص تحسب الاي ان. خلاص انا عايز احسب الاي نوت بقى، يبقى انت حليت السؤال بقى. او ال ال بتساوي باي يبقى 1 اوفر باي من 0 باي اي اوفر اكس، وده انتجريشن سهل. هنا عايز احسب الاي ان يا شباب، يبقى 2 اوفر ال من 0 ال طبعا ال ال بتساوي باي اي اي باور اكس كوزاين ان باي اكس على ال ال، ما هو باي على ال ال بواحد، فخلاص راحت مع بعض اتبقى لك الحته دي. طيب احسب بقى الانتجريشن ده ازاي؟ كنا ازاي زمان بنحسبه بطريقه التيبل، نحط هنا الحاجه اللي انت هتعملها ديفرنشيشن، ونحط هنا الحاجه اللي انت هتعملها انتجريشن، وطالما ماشي كده يبقى انت بتضرب في ايه؟ في خلاص يبقى ده حل كونستنت تطلع لك. اول ما تمشي في صف كده يبقى انت بتعمل ايه؟ بتعمل انتجريشن مره ثانيه. ففي الاخر خالص هيطلع لك ايه بقى يا شباب؟ هيطلع لك ده في ده اللي هو الترم ده، طيب بلس ماينس في ماينس ببلس، ده في ده اللي هو الترم ده. هنا بقى يا شباب ايه الترم ده؟ ايه ماينس ماينس 1 اوفر ان سكوير 1 اوفر ان سكوير. انا لو سميت الانتجريشن ده كله اي ان، خلي بالك بقى ده هيديني ايه؟ انتجريشن انتجريشن من 0 لحد باي. انا طلعت الماينس اوفر ان سكوير فيتبقى لي ايه؟ 2 اوفر باي في اكسبوننشال اي بار اكس كوزاين ان اكس تمام دي اكس. طيب الانتجريشن ده يا شباب مش ممكن اشيله دلوقتي واحط ان هو ده الانتجريشن اي ان اللي انا عايز احسبه. جميل، فانا عشان كده حطيت ان هو ايه؟ ماينس 1 اوفر ان سكوير اي ان، اللي هو هيروح هناك ب 1 بلس 1 اوفر ان سكوير، وحط المقامات وقسمت على اللي جنبي عشان في الاخر خالص اقول ان الاي ان بتساوي الكلام ده. يبقى في الاخر خالص انت عارف ان السوليوشن بتاعك يو هيطلع بيساوي كام؟ يو هيطلع اي نود بلس السيجما كوزاين اكسبوننشال. طب الاي نود حسبتها خلاص، الاي ان حسبتها خلاص، يبقى انت ممكن تكتب ان في الاخر خالص السوليوشن بتاعك بيساوي كام يا شباب؟ السوليوشن بتاعك بيساوي اي نود بلس الكلام ده، وير ان الاي نود بتساوي 1 اوفر باي، والاي ان بتساوي الكلام ده، والتي اكبر من او تساوي الزيرو، والاكس اكبر من الزيرو اصغر من الايه؟ من الباي. اكس اكبر من الزيرو واصغر من الباي. تمام؟ طيب نبدا بقى في السؤال اللي بعد كده. السؤال 12 ده تقريبا اتحل في المحاضره تمام، فانا مش هحله تاني، بس في الاخر خالص انا محتاج ايه؟ محتاج ان السوليوشن بتاعي طلع بيساوي كام؟ محتاج ان السوليوشن بتاعي طلع بيساوي ساين اي ان ساين بلس بي ان كوزاين. خلي بالك يبقى انت بس محتاج تجيب ايه؟ تجيب الاي ان والبي ان. هتجيب البي ان ازاي والاي ان ازاي؟ البي ان هي 2 اوفر ال من 0 ل ال اف اوف الاكس ساين، والاي ان 2 اوفر سي ان باي من 0 ل ال جي اوف الاكس ساين. يبقى هنا على طول هتبقى ساين يا شباب، يعني هنا على طول هتبقى ساين. دي اول حاجه. تاني حاجه الاف اوف الاكس ده الانيشال كونديشن بتاع اليو، الجي اوف الاكس ده الانيشال كونديشن بتاع السبيد، يعني اليو ده اللي هو ديسبليسمنت، وجي ده اللي هو ايه؟ الانيشال كونديشن بتاع يو تي. ده اللي احنا عايزين نعرفه. يعني ممكن تبص على الشكل ده حبه شويه. هو اصلا سؤال 12 ده كان بيعبر عن ايه؟ عن ويف ايكويشن اظن. ماشي، بيعبر عن ويف ايكويشن.
ومدينا هنا الايه؟ مدينا الباوندري كونديشن، فاحنا مشينا فيه، وده انت هتشوفه في السلايد بتاع المحاضره، هتمشي فيه لحد ما توصل في الاخر خالص للحل الايه؟ اللي موجود عند حضراتكم ده، ان هو سيجما ساين ان باي اكس اوفر ال في اي ان ساين زائد بي ان كوساين. ايه هي الاوميجا نود دي يا شباب؟ ايه هي الاوميجا نود دي؟ اللي هي باي ان باي ان باي سي اوفر اي ان باي سي اوفر ال. ماشي؟ يعني هي زي الانجل القديمه اللي هي ان باي اوفر ال، بس مضروبه في الايه؟ مضروبه في السي. طيب ايه تاني؟ بس مفيش حاجه تاني. تعالى نخش في سؤال 13 على طول ونشوف الدنيا تمشي ازاي. بص بقى يا سيدي، سؤال 13 مديك ايه؟ بيقول لك فايند سوليوشن بتاع البروبلم اللي فاتت، مديك الانيشال كونديشن بتاعك بسيطه جدا. دي على طول اتحققت، احنا اصلا محققينها. ناقص بس يا شباب ايه؟ ناقص الاف اوف الاكس اللي هو الحته دي، والجي اوف الاكس اللي هي الحته دي، اللي هو جي اوف الاكس اللي هو السبيد اللي هو بارشال يو بارشال تي، والاف اوف الاكس اللي هو الديسبيسمنت العادي خالص اللي هو يو ات اني جيفن اكس لما التي كان بتساوي زيرو. يبقى انا ممكن هروح اعمل ايه؟ انت حضرتك بتروح تحاول دلوقتي تحسب، ادي الاف اوف الاكس 4 اكس في ال ماينس اكس اهو، هو مديك ساعتها الاف اوف الاكس. طبعا مديك الجي اوف الاكس بتساوي كام يا شباب؟ الجي اوف الاكس بتساوي زيرو. لو الجي اوف الاكس بتساوي زيرو يبقى الايه الاي ان هيساوي كام؟ الاي ان هيساوي زيرو خلاص، يبقى انت مش هتروح تحسب الاي ان، يبقى الاي ان ده هيساوي زيرو. طالما الايه؟ طالما السبيد بزيرو يبقى الاي ان بزيرو، يبقى ناقص تحسب ايه؟ البي ان. البي ان هو مديك الفانكشن بكام؟ بربع اكس ال ماينس اكس. يبقى تعالى كده ربع اكس ال ماينس اكس اهو، خلاص دي كده بزيرو، يبقى الاي ان بزيرو، يبقى ناقص احسب بس البي ان اللي هي 2 اوفر ال، وادي الربع اكس ال ماينس اكس في الساين. خلي بالك برضو ان ده بولونوميال في تريجونومتريك فانكشن، ممكن تحسبه بالتيبل على طول. نفس الكلام هننزل تك 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 كده على طول، يبقى هيطلع لك البي ان في الاخر خالص بالشكل اللي قدامك ده. لما يطلع لك البي ان في الشكل اللي قدامك ده، يبقى ممكن تقول ان اليو اكس وتي ادي ال سكوير على باي كيوبيك، هتاخدهم بره ايه؟ ده كونستانت مالوش دعوه بالسيجما، تفضل لك الفانكشن ساين ان باي اكس اوفر ال. طبعا اي ان في ساين دي بقت بزيرو، يتفضل لك بي ان في كوزاين، ادي البي ان يا شباب في الكوزاين. تمام؟ طيب نفس السؤال بقى بس بي مدينا هنا ايه؟ الفانكشن اف اوف الاكس قالب زيرو، انما السبيد بتاعتنا بساين اكس. طيب الفانكشن اف اوف الاكس بتساوي زيرو، انما السبيد بساين اكس. فتعالى كده نشوف حليناها ازاي. فانكشن بزيرو يبقى البي ان بزيرو، الجي اوف الاكس بتساوي ساين، انا حليتها بقى بالكومبيرنج. ليه؟ لانها بسيطه يا شباب. بص الكومبيرنج يو اكس وتي دي بتساوي جي اوف الاكس اللي هي بتساوي ساين، اللي هو اللي انا عوضت في اليو اوف تي هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي الفانكشن اللي هي ساين في ال دبليو بي بس كده. يبقى لما الان كانت بتساوي واحد، الكوفيشنت ده بيساوي الكوفيشنت ده، يعني ال دبليو بي بتساوي واحد. هي ال دبليو دي اصلا ايه يا شباب؟ في الاخر خالص ال دبليو دي هتطلع بتساوي سي، يبقى هشيلها واحط مكانها سي، يبقى سي بي 1 بتساوي 1، يبقى البي 1 بيساوي 1 اوفر سي. يبقى في الاخر خالص الايكويشن بتاعتها هتطلع ايه؟ مفيش سيجما بقى، لان خلاص انت الحل بتاعك موجود عند ان بيساوي واحد بس، انما ان لا يساوي الواحد مفيش اصلا اي بيز موجود. تمام؟ يبقى اليو اكس والتي بتساوي ايه؟ ساين اكس اللي هي الفانكشن في ساين سي تي على السي. تمام؟ طبعا الاكس بتاعتي من 0 لحد باي، والتي بتاعتي اكبر من او تساوي 0، يبقى احنا حلينا السؤال ده. نخش على السؤال اللي بعده. سؤال 14 يا شباب، ايه الجديد فيه؟ مفيش اي حاجه فيه جديده، غير ان هو بدل ما يديك الفانكشن اكس، لا خلاك انت تجيبها. فانت تجيب الفانكشن اكس ازاي؟ النقطه دي كام وكام؟ 0 0، والنقطه دي كام وكام؟ ال اوفر 2 و اتش. ماشي؟ والنقطه دي اللي في الاخر خالص كام وكام؟ ال و 0. طب عشان تجيب الفانكشن دي هتقول والله يبقى ايه؟ y1 مثلا y ماينس 0 على x ماينس 0، خدت النقطه اللي تحت بتساوي ايه؟ اطرح بقى الوايتين دولت من بعض، اتش ناقص 0 ب اتش على ال على الاثنين ناقص 0 ب ال على الاثنين، يبقى في الاخر خالص الفانكشن بتاعتك y هتطلع لك 2 اتش على ال في x. يبقى دي اول حته، الفانكشن بتاعتك f في الاكس بتساوي 2 اتش على ال لما الاكس اكبر من الزيرو واصغر من ال على الاثنين. والناحيه الثانيه هتساوي نفس الكلام برضو بنفس الطريقه، جيب الفانكشن بتاعتك
يعني السؤال ما فيهوش اي جديد غير ان حضرتك هتجيب الاف اوف الاكس بس، مفيش اي حاجه تاني. هو بيقول لك الانيشال سبيد ايكوال زيرو، يعني ايه؟ يعني اليو تي ايكوال زيرو. لما حضرتك اليو تي ايكوال زيرو يبقى الاي ان بتاعنا يبقى ايكوال كام؟ هيبقى ايكوال زيرو. بس السؤال 14 اهو، السبيد بتاعتنا بصفر، يبقى الاي ان بصفر، يبقى ناقص بس اجيب البي ان. البي ان متعرفه على فترتين، يبقى هروح بس اكمل الفترتين. انا سميت ده شباب ايه؟ بي ان 1، وخدته بال 2 اوفر ال، وسميت ده كده كله بالماينس بتاعه بال 2 اوفر ال برضه خدتها معانا وسميته بي 2، وجبت البي ان لوحده وجبت البي ان 2 لوحده وجمعتهم في الاخر على بعض، لان هو اصلا المفروض تجيب ده كله، فانا قسمته بس حته وجمعتهم عشان التكامل يبقى سهل. وفي الاخر خالص طلع 8 اتش على ان سكوير باي سكوير ساين ان باي اوفر 2. يبقى الحته دي بكونستانت خدتها بره السمشن، واتبقى لي الفانكشن اللي هي ساين في الاي ان اللي هو بتاعي دلوقتي ساين ان باي على 2 على ان سكوير اللي اتبقى لي من هنا يعني في الكوزاين بتاعتي. تمام؟ طيب. سؤال رقم 15. ما اظنش بقى في اي جديد خالص. انت حضرتك برضو بتعوض وبتجيب الايه؟ بتجيب اليو اكس. بس سؤال رقم 15 في حاجه جديده. ده يو اكس صح؟ ده يو اكس، يعني هو مدينا دلوقتي ايه؟ الباوندري كونديشن بتاعنا متغيرت. لما الباوندري كونديشن بتاعتنا اتغيرت يبقى الفانكشن بتاعتك بس هتتغير. فتعال نشوف، تعال نشوف السؤال نقراه، يعني هنلاقي الدنيا بسيطه ان شاء الله. وراح فين السؤال؟ برضو عندك ديسبليسمنت بتحقق الايكويشن دي، بس ساعتها اليو اكس واليو اكس عند زيرو واليو اكس عند ال بتساوي صفار. يعني هو مديك باوندري كونديشن مختلفه، يعني هيبقى زي سؤال 12 بالظبط اللي هو اتحل في المحاضره، بس ده باوندري كونديشن مختلفه. فهنمشي على الباوندري، هنمشي على الباوندري كونديشن بتاعته. فتعالى كده اهو، يعني طبعا من الباوندري كونديشن عرفت ان اللامدا تبقى اصغر من الزيرو، يعني الاكس بتاعتنا هتطلع بالشكل ده. خلاص جميل. لما الاكس تطلع بالشكل ده هنحقق الباوندري كونديشن بتاعتنا. سي 2 تطلع بزيرو يبقى ده مش هيبقى معانا. السي 1 هتبقى تدينا الالفا بان باي اوفر ال، حلو جدا. ففي الاخر خالص هيبقى الاكس بتساوي الكلام ده، والسي والان من كام؟ من 0 1 و2. ليه من 0؟ لان لو الان بزيرو ده الاكس هتديك سي 1، وده مش هيخلي لك فوق تريفل سوليوشن. طيب تي 3 تبقى نفس السوليوشن بالظبط، بس بدل ما جوه كان في الفا لا هتبقى سي الفا، بدل ما جوه كان هيبقى في الفا هتبقى سي الفا. تمام. حقق الانيشال كونديشن، هتديك سي 4 بتساوي 0، يبقى دي برده مش هتبقى معاك. هيتبقى لك ان تي بتساوي سي 3 اي كوزاين اوميجا ان اوميجا ان اكس، و يبقى اليو اكس وتي بتساوي ايه؟ اضرب بقى سي 1 في سي 3. طبعا الاوميجا ان هنا الان بتاعتك برده من 0 لحد 1 2 3 وهكذا. يبقى الاثنين هتصمشن بتاعهم من 0 للانفينيتي. الاكس اللي هي كوزاين ان باي اكس اوفر ال، والتي اللي هي ايه؟ بي ان في كوزاين اوميجا ان تي. تمام؟ يبقى ساعتها احنا محتاجين نحدد ايه يا شباب؟ محتاجين نحدد بس البي ان. حضرتك هتحدد البي ان ده ازاي؟ هتقول والله ان الفانكشن، اي فانكشن عندك، هو طبعا قال لك عند الاكس، بس انت لو عايز تجيبها جنرال يعني تقول والله اي فانكشن اف اوف الاكس ممكن اكتبها عباره عن سام كونستانت بلس مجموعه من الكوزاينز، ويبقى الكونستانت ده هو اكيد بيساوي الكونستانت ده، والكوفيشنت دي بتساوي الكوفيشنت دي. وفورير قال لك ان الايه؟ ان البي نود ده بيساوي المين بتاعك، والبي ان ده بيساوي 2 اوفر ال من 0 لحد ال اكس ايه؟ اكس كوزاين ان باي اكس اوفر ال، يبقى اللي هي بتساوي 2 اوفر ال في الكلام ده كله. يبقى هتطلع في الاخر خالص ب 2 ال على ان سكوير باي سكوير ماينس 1 باور ان ماينس 1. بس يبقى انت كده حليت السؤال، واتمنى ان تكون الدنيا واضحه. واللي عنده اي اسئله يسال، سواء يسال في الجروب بتاع الماده او يسال في الكلاس روم، وهتلاقيني بجاوب عليك على طول. شكرا جزيلا، والى اللقاء في الشيت القادم. شكرا.